أنا أشوفها أنها عاصمة المتوسط الجديدة، العالمين الجديدة. مهرجان العالم عالمين واللي لسه مستمر فيه فعالياته الاستثنائية، هذا الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، حدث ترفيهي كبير على مستوى البحر المتوسط كله مش بس المنطقة العربية. إيه اللي لسه بيحصل هناك؟ زميلي العزيز كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، منور يا كريم، قول لنا إيه اللي بيحصل عندك؟ يا يوسف ازيك، اخبارك ايه؟ ويعني بمسي عليك وعلى جميع مشاهدين برنامج التاسعة والقناة الاولى المصرية. فعلا يا يوسف، يعني انت كلامك حقيقي حقيقي ما خلفش عن الواقع اللي احنا شايفينه. انت لما قلت هي بقت عاصمة المتوسط، ده حقيقي. البحر الابيض المتوسط الحقيقة انه كل من هو حول هذا البحر الحقيقة قرر ان هو يجي مدينة العالمين الجديدة بعد ما تحولت تحول مبهر وتحول كبير جدا جدا. دايما كنا بنسمع واللي قدر يجي العالمين زمان قد ايه هي كانت مدينة غير امنة، قد ايه كانت مدينة يعني فيها مليانة الغام بسبب الحروب والاماكن والحاجات الكتيرة اللي عدت بيها مدينة العالمين. دلوقتي الانظار كلها متوجهة لمدينة العالمين، خصوصا بعد المهرجان اللي ساب اصداء كبيره جدا جدا جدا، والحقيقه ساب الاصداء دي جوه هنا في مصر محليا وعالميا. شفنا الحقيقه هنا مصريين من كل حته موجودين، شفنا اخواتنا العرب موجودين، شفنا اجانب الحقيقه من بلاد كتيره جدا قابلتهم بنفسي واتكلمت معاهم موجودين هنا في العالمين الجديده. وقد ايه هم كانوا مقسمين نصين، النص الاول ان هو ازاي شافوا الدعايه والانبهار اللي حصل ليه المهرجان وجوه مخصوص يشوفوا الكلام ده حقيقي ولا لا، والجزء الاخر اللي كان بيقرا تاريخ ويسمع عن العالمين وحروب العالمين يا ترى هل دي فعلا هي نفس الصوره؟ الحقيقه كمان انه الحفلات اللي كانت موجوده خلال الايام اللي فاتت والنشاطات الرياضيه هي خير دليل على الكلام ده. حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، حفل غنائي لبهاء سلطان، كارول سماحه، فرق ثانيه، مسار اجباري، رضا البحراوي، عديد من الحفلات الكتيره جدا كان ليها حضور من كل الفئات العمريه الحقيقه، يعني من الكبار، من اسر موجوده، شباب صغيرين موجوده، ناس كتيره جدا كانت بتيجي مخصوص، كان في زخم وزحمه كتير 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 الحقيقه هنا في العالمين. يمكن كمان الناس كانت قلقانه تيجي العالمين شويه عشان كانت بتقول انه دلوقتي في شهر 8 في عز الشمس وشديده الحراره، وفعلا الدنيا كانت حر جدا في البدايه خالص. لكن انا عايز اقول لك يوسف ان انا محظوظ، يمكن ان انا موجود اليومين دول فعلا الجو نسمته جميله جدا، في هواء رائع من عند ربنا سبحان الله. يعني الحقيقه انه الصبح الشمس ما هياش بالقوه يعني والحراره الشديده الناس متخيلها، الناس بتقدر تنزل تيجي البحر تقعد براحتها، سواء الشواطئ العامه اللي احنا شفناها او حتى الشواطئ الثانيه اللي موجوده في العالمين الجديده. بالليل هنا على الكورنيش بقى الجو حاجه ثانيه خالص الحقيقه، يعني انا بكلمك دلوقتي مش حدش مصدق ان انا موجود في الصيف فعلا. الهواء قوي جدا، جميل، نسمته جميله جدا، الناس كلها ماشيه هنا على الكورنيش الحقيقه، يعني شباب موجودين، اطفال موجودين، اسر موجودين، كله جاي بيستمتع باوقاته. فدي كان المميز الحقيقه. المهرجان اقتصرش بس على الحفلات اللي احنا بنشوفها، لكن كمان الكورنيش اللي تم تطويره بشكل كبير جدا بقى مبهج بالاضاءه المختلفه، بالزرع اللي موجود، بالنخل اللي موجود، باماكن الجلوس اللي موجوده، كل حاجه موجوده الحقيقه هنا في العالمين الجديده. بجانب ده كمان حقيقه يوسف كان في كمان نظره مختلفه للعالمين بعد التطوير. هي الحقيقة طبيعة العالمين هي طبيعة شاطئية، فبالتالي الألعاب الشاطئية بقى ليها دور مهم جدا، من أهمها الحقيقة كان في لعبة السباق الثلاثي اللي هو عن طريق ركوب درجات، يركبوا العجل وينزلوا البحر يعوموا، وكمان يجروا مسافات معينة 100 متر 300 متر أو كيلو أو 2 كيلو بتختلف. الحقيقة دي كانت مستمرة لمدة يومين امبارح والنهاردة، وكان فيها برضو عليها إقبال كبير جدا جدا جدا. وبجانب ده كمان الحقيقه انه اللي حابب يجي العالمين حتى لو ما قدرش يحجز التذاكر خاصه بالحفلات، ما قدرش يحضر البطولات دي، ممكن يجي ويتفرج على الحفلات دي في الشاشات اللي موجوده هنا على الكورنيش. في شاشتين موجودين الحقيقه الناس تيجي تقدر تتفرج عليها. كمان الحقيقه الاطفال ليهم دور، يعني الاسره لما تيجي مش تبقى لوحدها، لا الشباب هيبقوا قاعدين، اللي عايز يستمتع بالحفله، اللي عايز يستمتع بالبحر، اللي عايز يستمتع باي نوع من انواع السياحه. لكن كمان الحقيقه الاسره هتيجي تلاقي اماكن للاطفال، يعني في مسارات معينه جوه الكورنيش اللي يجي يتمشى يبص كده على الارض يلاقي مكان معين مرسوم عليه للدرجات، اللي عايز يجي يركب بالعجل ويتحرك بالعجل. ودلوقتي طبعا الترند الجديد الباتيناج مالي الدنيا، الاطفال والشباب والكبار كله بيركب باتيناج والسكوتر الكهربائي، كل ده موجود الحقيقه على الكورنيش. فالمنظر مبهج، الجو جميل جدا جدا، الرؤيه اختلفت خالص الحقيقه في العالمين الجديده هنا يا يوسف. لا دي حاجه عظيمه جدا. اولا خليني اشكرك الاول يا كريم على يعني هذا المجهود، بس في نفس الوقت يا بختك برضو انت قاعد في مكان من اجمل المدن اللي في البحر المتوسط بالكامل. كل الشكر زميلي العزيز كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من العالمين الجديده.